أين ما بعلش معمل ليش يا مرأة؟ معمل ليش؟ أنا معمل ليش؟ أنا معمل ليش؟ للحين طردونا من البيت وين بنسير؟ من معمل ليش؟ الرجال يشتي 150,000 زيادة راتب فوق الإيجار الأول، وأنا ما أبوش لا رواتب ولا شيء، معمل أنا ما بيديش حاجة يا مرأة. وأنا إيش أعمل لك؟ أنت السبب بكل المشاكل، والله ما أجلس لك ببيت. آه ياه يا لا تقول شك يا مرأة. يا ماما قالها سمعتها يا نبهان، قال لك المرأة مش تجلس ليش ولا في بيت. لا البيتش تظلم، البيتش تظلم، لا تقول شك يا مرأة ترجو. قال احنا بالشارع، بالشارع يا مرأة، قال احنا بالشارع. عقلي ولو والله ما يجلس لك بشارع. حول ولا قوة إلا بالله. أرتكضى يا نبهان معملة. يا أخي المؤجر رفع علينا الإيجارات 150,000 زيادة، وأنا دحين أنا وجهالي بالشارع ما لقيتش أين أسكن. يعني ما معكمش بيت تسكنوا الآن؟ لا بوش. والإيجارات ارتفع مسكين. أقول لك أنت لما تزعل صيح أنت وي إيش تقول لي؟ تقول لي لا والله ما أجلس لك في بيت، لا أسر بيت أهلي. هذا هو المطلوب، أنت استفزه وخليه تقول والله مجلس لك ببيت، بارح بتهلي وتروح بتهلي وسكن بتهلي بلاش. يلا قم صعد. ها صعد. متأكد؟ يلا والله أقوم متأكد. يلا يا مرا مو بيك للصياح زعلي لازم. شوفي أنا ما ليش ترفع صوتك؟ ما مالك أنت لازم ليش تصيح علي يا كم؟ شوفي يا ليش بتصيح؟ مال أمك ليش بتصيح؟ ليش؟ شوف أنا إيش إيش؟ مالك إيش؟ مو بيك أنت ما تصيح علو اسكتي. هامني فوضى. يلا نروح القسم. اصلا مو في انت لسه ترفع صوتك عليه. مو انت ترفع صوتك ليش عليه؟ انت قلت لي ليش ترفع صوتك عليه؟ اجي تشوف يا مرا تهدد. ايه قالش يهدد وعاد جالس هنا. اسمعي انظروا انت تكون عندك كرامه. قل له والله ما اروح بيتنا. يلا قل له بروح بيتنا. عندي كرامه ونص. جاي سنة قل له بروح. خلاص جاي سنة انا اتجنن. يا سنة انا أهول. جرب اروح بيت انا. يلا قولي لي بس بر عشان اولادي. الله يقلعك انت اولادك. يا متعود يا اخي مو اعمل لك اسمه صعد اكثر. طز بك انت وعيالك وطز بك طز بك. الله اكبر عليك حرام تقول لي هكذا. انت ما معك ما ايش كرام انت يقول لك طز بك انت اولادك. قولي لو انت طز بك انا قررت ارجع بيت انا. يلا قولي لي لو سمحت. أنا عندي كرامة وخلاص. أنا قررت ومستحيل أتراجع وكلا ولن أتراجع. قررت بصبر عشان العيش والملح اللي أكلته مع واحد مثلك. ما قلت أقولته يا أخي. ما أعمل إيش راضي تروح بيتها؟ سعيد أكثر وهذا أصعد الأخير. أي حاجة سعيد أصعد الأخير للأخير. إيه حرمنا يا برا عندي طاقة. عندي طاقة عندي طاقة هوبا عندي طاقة هوبا. أنت هبل مش تروح بيت أهله وبني وأنت بعدين تجلس داخل برميل. طلع مش كده مش هالدرجة هذي. طلع بلة حرم لا أنا طلع بلة كده. الله استلطمت الله هكذا. اقسم بالله انه عندي فعل الفينا انا هكذا. ايوه قولي له طيب. ايوه يلا قولي قولي له تروح بيتها. لو سمحتي قولي له لو سمحتي خلي عندي كرامه. خلاص اي خلاص. ايوه انا بروح بيت اهلي. الله بارك. الحمد لله واخيرا خلاص زوجتك ما تروح بيت اهلي. انا ما اعرف شو اسكنك انا بقى. تعال خلينا مشكله البيت. يلا شو لو بيت يلا تفضل مع السلامه. توحشنا. مع السلامه. السلامه السلامه بيت عمي. يلا اشتر عليك.